الحب. الحب ليس رومانسية مفرطة أو اهتمام مزعج أو غيرة مسيطرة أو اتصال دائم أو رسائل لا تتوقف. الحب هو أن أدعو لك دون أن تعلم، وأهتم بك حين أرى أنك لست بخير، وأكون معك حين تحتاج إلي، وأتحدث معك عن أي شيء حتى لا ينقطع حبل الوصال، وأفرح لفرحك وأحزن لحزنك، وأذكرك بالخير أمامك وخلفك، وتبقى في قلبي كما أنت وإن طال الغياب.